الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في هذه الليلة سنتحدث عن أمر مهم جدا أن يعرفه كل إنسان آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. كان من قدر الله سبحانه وتعالى أن خلق سيدنا آدم، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: إني جاعل في الأرض خليفة. فحدد الله سبحانه وتعالى من أول ما من قبل أن يخلق آدم أنه له وظيفة، وهي أنه خليفة في الأرض. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى حدث له ما حدث مع إبليس، بدأت الآن العداوة بين إبليس وبين سيدنا آدم عليه السلام. لما مكث آدم عليه السلام إلى زمن نوح والناس على الإسلام، ثم انحرف الناس بعد آدم بعشر قرون، وبدأ أول رسول إلى أهل الأرض وهو سيدنا نوح عليه السلام، ثم بدأت الرسل وأعداء الله سبحانه وتعالى، وبدأ ما يعرف باسم الآيات والبراهين التي عرفت باسم المعجزات. المعجزات هدفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى جعل الآيات للأنبياء وقتية، إلا آية نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها إلى قيام الساعة، فأعطاه الله تعالى آية عجيبة هي حدث في التاريخ لم يقع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الذي أوتيته وحيا يتلى إلى يوم القيامة. حتى أن الله سبحانه وتعالى قال كما في صحيح مسلم، قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضى له. فالله سبحانه وتعالى وهب لنبينا هذه الآية العظيمة، حتى أن سيدنا حذيفة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن القرآن جاء فنزل في القلوب، لذلك من تمكن من قلبه القرآن رفعه الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما يرجع الإنسان إلى لفظة القرآن الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى يعجب من ورود هذه الكلمة في كتاب الله في مواطن عديدة. إذن لفظة القرآن فقط التي سنتناولها في هذه الليلة، هذه اللفظة جاءت في كتاب الله معرفة بأل في 58 موضعة، وجاءت منصوبة في 10 مواضع، وجاءت في موضعين مضافة. إذن 58 القرآن، سواء مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، وعشر مواضع قرآنا، وموضعين قرآنه. فهذه 70 موضعا في كتاب الله وردت فيه هذا اللفظ. أول لفظ يمر علينا في سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبأول آية تمر عليك فيها لفظة القرآن ذكر الله تعالى له مكان نزل منه، قال: شهر رمضان الذي أنزل. إذن القرآن كان في مكان عالي ثم نزل كما جاء
عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التفاسير أنه إلى البيت المعمور وقيل إلى السماء الدنيا، إذا نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ذكر الله له ثلاث صفات: هدى للناس، وبينات من الهدى، والفرقان. فلما تنتقل إلى الموضع الثاني يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن أنزله الله لهدف واحد، هو أن يتدبره الإنسان. لذلك عاب الله فقال: أفلا يتدبرون القرآن. إذن في همزة استفهام، أفلا إنكار أن القرآن لم ينزل لكي الناس تقرأه فقط كما سيأتي بعد قليل، إنما هو للتدبر، والتدبر أن تنظر فيه ثم تقيس حياتك ومجتمعك عليه. فلذلك لما تنتقل إلى الآية الثالثة التي ورد فيها لفظ القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. إذن الصحابة رضي الله عنه كما جاء عن أنس قال: نهينا أن نسأل النبي، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية عاقلا يسأل النبي ونحن نسمع. لذلك الله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لكن نبههم فقال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أو حين ينزل القرآن. فإذا الإنسان ينتبه أن في القرآن حياتك كلها منهج حياة، إذا تدبرت وعيت حفظت ستجد أنه يغنيك عن أشياء كثيرة. إن أردت عالم السياسة في سورة يوسف، إن أردت عالم الاقتصاد في سورة يوسف، إن أردت العلاقات الاجتماعية وطلب العلم تجدها في سورة الكهف، إذا أردت مثلا الأحكام تجدها في سورة المائدة. علاقتنا الزوجية، علاقتنا الأخوية، علاقتنا مع الدول، كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك يقول: أفلا يتدبرون القرآن. فلما تنتقل إلى الموضع الآخر يقول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأعطاك مهمة القرآن، قال لأنذركم به ومن بلغ. إذن أرجو أن أكون أكثرهم تبع. كل نبي أتته معجزته ثم مضت، آمن البشر عليها ثم مضت، إلا هذه السلام طبعا، إلا هذه المعجزة، هذه المعجزة أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى أصبح أمرها لأنذركم به ومن بلغ. لذلك لما تنتقل إلى الآية التي بعدها ورد فيها ذكر القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. التدبر، البلاغ، قرئ عليك أنصت. القرآن ليس فقط هو سماع، بل ذكر الله فيه إنصات. إذن هذه الرسالة أو هذه الآية أو هذا البرهان له صفات: أنه أولا شهر نزل في أنزل في شهر مبارك شهر رمضان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال لك: وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينه، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ثم بيّن الله أن خص الله قوما من المؤمنين بميزة ليست لغيرهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
فذكر الله صفات قوم هم لهذا العمل باعوا واشتروا. اشترى أي باع. اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أي أخذ منهم أنفسهم، وهم باعوا أنفسهم لله. هذه الصفات موجودة في القرآن الكريم، لكن هناك لفتة أراد الله أن ننتبه لها، أن الذي يربط جميع المسلمين فيما بينهم باختلاف طبقاتهم ومجتمعاتهم وثقافاتهم ونفوسهم ولغاتهم ودماءهم هو القرآن الكريم. لذلك لما عقل أعداؤنا هذا المبحث وهذا يعني الهدف العظيم، انظر ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. إذا هم لم يؤمنوا بالنبي ولا برسالته، لماذا طلبوا أن يغير هذا القرآن أو يبدل هذا القرآن؟ لعلمهم أن هذا القرآن لا يبقي شيئا، وأنه سيدمر كل ما في أنفسهم من علاقتهم بمجتمعهم الماضي. لذلك عمر بن الخطاب قال: لا يعقل الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا أنت لا تعرف الجاهلية لن تعرف كيف حول الله سبحانه وتعالى أولئك القوم من قمة الجهل إلى قمة العلم. لذلك لما عقلت قريش ذلك قال: ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، بدل هذا القرآن لا نريده. لذلك الله قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلما تسمع هذا مرت عليك آية أخرى بعده يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يأتي بقرآن غير هذا وبدل، في سورة أخرى يقول الله: ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. لكن ذكر الله له صفات جديدة. هنا قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لأنذركم به ومن بلغ. الآن يقول الله سبحانه وتعالى: تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. إذن هو سيصدق ما سبقه من الكتب التي لم تحرف، وأيضا أنه سيفصل ما أجمل هناك. ثم تنتقل إلى لفتة أراد الله ألا تغيب عن المسلم. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فذكر ثلاثة أشياء: ما تكون في شأن، تتلو قرآن، تعملوا. فجعل القرآن ركنا ثالثا في هذه الحياة، قول وعمل، والقرآن لوحده شيء آخر، لأن القرآن لفظ. لكن أراد الله أن ينبهك ليس كالأي لفظ. لذلك لما تأتي إلى من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كسجاحي وطليحة ومسيلمة، مباشرة ادعى النبوة بعد النبي، تعرض أقوالهم على كتاب الله سبحانه وتعالى تجد بونا شاسعا، فرق طويل، مسافة طويلة جدا. فتعلم أن هذا كتاب لم ينزل في أي مكان إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي إلى سورة أول سورة يوسف عليه السلام يقول: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فذكر الله الصفة الأولى أنه قرآنا عربي، ثم قال لعلكم تعقلون. فمن لم يتدبر القرآن لن يكون من العاقلين. أيضا أن هذا القرآن جمع عن غيره أنه أحسن القصص، وأن نبينا كان في غفلة قبل هذا، فمن ترك القرآن خلف ظهره
كان غير عاقل وغافل، وهذا الذي يريده أعداؤنا. حاولوا في شتى الطرق أن يدمروا القرآن عندك، تشكيك. يعني من نظر في كتب المستشرقين الذين أفنوا أعمارهم في دراسة هذا القرآن، لأن المستشرقين طبقات، منهم من اهتم بالأدب، منهم من اهتم بالسيرة، منهم من اهتم بالفقه، وبعضهم مثل جولد زيما هذا تخصص في القراءات والقرآن، فأراد أن يضرب ضربات لكنه عجز، دل على عدم عقله في هذا الكتاب، أصل ضعفه في فهم اللغة العربية. لذلك تجد هذا الكتاب ينبهك الله عليه، أولا أنه قرآن عربي، إذا لابد أن تتقن اللغة العربية. لذلك من خبثهم الذي يتتبع أقوال العلماء رحمهم الله الذين جاهدوا المستشرقين، يجد أن كلمة عابرة جدا لماجريوث، رجل قال تكلم عن نشأة الشعر العربي، ما شأن هذا في ديننا؟ كلام رجل، يعني حتى أن بعض الناس يعني أعجبوا بكلامه كطه حسين، ألف كتابه في الشعر الجاهلي، هو عبارة عن حاشية كبرى على هذا الكتاب أو هذه المقالة. لكن لما تنبه العلماء أن هذا الرجل الخبيث أراد أن يقول ليس ثم شعر جاهل، فبناء عليه القرآن تحدى من؟ لم يتحدى أحد. إذن هو صنعة إسلامية، لأن ليس ثم شيء يدل على بلاغة العرب إلا هذا الشعر. فإذا قلت أنه إسلامي أصبح القرآن هو أول كتاب للعرب، وما بعده قلده، وبذلك تحدي القرآن للعرب ليس له، ليس عجازا، ليس عجازا. لذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن قال لك أنه قرآن عربي وكذا كذا، في سورة أخرى يقول الله سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ثم بدأ بشيء جديد، قال بل لله الأمر جميعا، أي لكان هذا القرآن. القرآن هذا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لكان هذا القرآن بهذه القوة أن يزلزل الجبال، أن يحفر الأرض، أن يكلم الموتى، ومع ذلك وهبه الله سبحانه وتعالى لنا. فلما تسمع هذا تنتقل إلى تنبيه آخر، يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قبلها شيء يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا. السورة التي بعده يقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تذكير تنويع بين الكتاب والقرآن وهما شيء واحد. لذلك في هذه السورة سورة الحجر يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. ساحر، كاهن، شاعر، مجنون. فالله سبحانه وتعالى يقول أعطيناك الوصف الذي الجديد القرآن، قلنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قرآن مبين. الآن قال قرآن عظيم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فأعطاه صفة أخرى خاصة به. فلما تسمع أن هذا يقول ساحر، وهذا يقول كاهن، هذا يقول مجنون، هذا يقول كذا، قسموه. الصورة التي بعدها مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أي كل هذا الكلام ليس صحيح، كيف يكون سحر وأنت تستعذ بالله قبل قراءته؟ كيف يكون السحر جنون وأنت تستعذ بالله قبل قراءته؟ تعظيما لهذا القرآن. لكن من خلال تتبع هذه اللفظة، هناك سورة في القرآن هي في منتصف المصحف،
هي أكثر سورة جمع الله فيها هذه اللفظة، لفظة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورة المعروفة ببني إسرائيل أو سورة الإسراء، أول آية فيها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. انظر في تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كيف فصل أن القرآن أقوى في كل هذه الحياة وكل مناحي هذه الحياة. ثم لا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا، فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى في موطن آخر في السورة نفسها يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم جاء في موطن آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأعطاك صفة أخرى القرآن أنه شفاء وأنه رحمة. فلما تنتقل إلى آخر السورة قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا تحدى الله كما جاء أن الله قال ائتوا بعشر صور مفتريات، بسورة بعشر صور مفتريات بمثله، ثم قال اجتمع أنتم والجن وأتوا بمثله، فما استطاع. كما قدمنا مرارا نقول أن العرب لبلاغتها وقوتها في هذا الشأن كما قال عمر إن الشعر كان علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. إذا قمة ما وصلت إليه العرب كيفية التعبير. لذلك لما ترجع إلى أول سورة الرحمن كما سنتقدم بعد قليل، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فأعظم ما يعطى الإنسان هو كيف يعبر. العرب كانت في قمة هذا المجد وهو البيان، فلما نزل القرآن الله حاكمهم إلى أنفسهم، قال لهم أنتم الحكم وأنتم الخصم، هذا القرآن ائتوا بمثله. لعزة هذا البيان ومكانته وقداسته عند العرب لم تتعرض له ولم تكذب. لذلك ماذا قالوا؟ ائتي بقرآن. إذن لسنا نحن الذين ننكر فضل هذا القرآن، لكن نريدك أنت أن تغير. لذلك كانوا يطلبون من النبي كما سيأتي بعد قليل أشياء كقوله هذا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن القرآن نزلناه مفرقا لهدف، ذلك سيأتي بعد قليل لو نزل على القرآن جملة واحدة. إذن القريش كانت تعرف خطر هذا القرآن، خطره أنه هو صمام الأمان لنا جميعا. لاحظ رجل في قمة في أقصى الشرق ورجل في أقصى الغرب أو أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، يحسن العربية أو لا يحسن العربية، لا تتم صلاته حتى يقرب الفاتحة بلسان عربي مبين، وحتى يكبر ويؤذن باللغة العربية. وإنه لذكر لك ولقومك، هذا ذكرنا، شرفنا هذا القرآن. لذلك الله يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفرا. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا مرة أخرى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كل شيء ذكره الله في كتابه، علمه من علمه وجهله من جهله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
قرأ القرآن في جميع أحواله، قائما قاعدا نائما ماشيا، يجادل به أهل البدع، يجاهد به النصارى اليهود المشركين في كل أحواله. لو تقرأ بعض كتب شيخ الإسلام تشعر أنه سريع في الكتابة، كأنه لا يريد أن تفوته أن يذكر الآيات، يسردها سردا وحفظا، فتجدها كأنها منساق سياق إنسان يحفظ. ومع ذلك لما حرم في آخر عمره أن يكتب، عاد مرة أخرى إلى قراءة القرآن، فجعل يبكي ويقول قصرت في القرآن، لأنه يقول فتح الله لي في هذه الفترة ما لا فتح على أحد، لم يفتح الله على أحد. فعلا لو اختليت بالقرآن وحده لوجدت شيئا عجيبا. صاحب المثل السائر وهو ابن الأثير أراد أن يعرف البلاغة، وأعلى قمم البلاغة هو القرآن. في المرة الأولى قرأه في شهر، في المرة الثانية قرأه في سنة، المرة الثانية قرأه في 8 سنوات. قراءة تدبر. لذلك لما تسمع الصحابة رضي الله عنهم لما يقولون كان إذا نزلت 10 آيات حفظوها وعملوا ما فيها من العلم والعمل، ثقل هذا الأمر. فلذلك الله سبحانه وتعالى مذكرا هذا الأمر قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه هي اللفتة التي يريد الله أن يذكرنا بعد أن تمر بك كل هذه المشاكل، ليس القرآن نزوله لكي يشقى الإنسان. لذلك الله يقول إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فلما جاء في آخر السورة نفسها وهي سورة طه قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. كلما تعمقت مع القرآن تذكر هذه الآية وقل ربي زدني علما. كلما كنت حافظا لكتاب الله ليس حفظ الرسم بل حفظ المعنى ستجدك أعلم من غيرك. حتى أن كثير من الناس عندما تريد أن تجادله يقول يا أخي لا تأتي من القرآن، قدس القرآن، اعزل القرآن عن هذه الأمور. هو ليس الهدف تعظيم القرآن، هو لا يريد أن يكون مصدرك القرآن. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما علم هنا وقل ربي زدني علما أن الهجر، هجر القرآن هو السبب أن الإنسان لا يعلم، قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. في سورة الإسراء قال ونزلناه، وهنا قال ورتلناه، هناك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه. القرآن تثبيته يكون بالتدريج ترتيل، علمك أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ستعلم أن هذا الكتاب مفتاح كل الخير. لذلك لما تأتي إلى سيرة النبي يقوم حتى تتفطر قدمه، يا عبد الله بن عمر لا تكن كفولا كان يقوم الليل ثم ترك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقرأ القرآن في ليلة قال اقرأه في 3، فإنه لا يتدبر القرآن من قرأه دون 3. لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وأحدهم يقول الآية كذا والآخر يقول الآية كذا، فيقول يا قوم كأنما فقع في وجه حب الرمان إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن ليصدق بعضه بعضا. كل هذا حتى لا يختش هذا الكنز العظيم الذي أنزله الله وأمننا عليه، بل إن الله وكل الحفظ إليه لكنه جعل لكل شيء سببا. فهنا تسمع لهذه الآية، تأتي هنا الآية
قال تعالى طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. في سورة التي قبلها التي مضت يقول آيات الكتاب وقرآن، هنا آيات القرآن وكتاب مبين، هما واحد. لكن التنويع لتنتبه أن هذا الكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين يؤمنون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى يمدح القرآن ثم يذكرك أنه من عند الله. تربط بين الأمرين، تعظيم هذا الكتاب وتعظيم من أنزله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله دائما من أعظم الكتب قبل القرآن هي التوراة. لم ينزل كتاب قبل القرآن أعظم من التوراة، ولفضيلتها خطها الله بيده لأنها هدى ونور. فلذلك الله سبحانه وتعالى بيانا على فضيلة هذا القرآن يقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هو حكم فصل في كل شيء، ما وجد في القرآن فهو الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل وننزل من القرآن ما هو شفاء، ثم قال عن النحل قال فيه شفاء للناس. فلما جاء رجل فقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقيه عسل، فعاد قال اسقيه عسل، فعاد فقال اسقيه عسل، فلما عاد في الرابع قال كذب بطن أخيك وصدق الله، اسقيه عسل وصدق القرآن، صدق الله كذب، لأن الله يقول فيه شفاء، إذن هو فيه. فالإنسان هكذا. لذلك لما يأتي الإنسان ويحفظ كتاب الله ويعي كل ما فيه لن يقف في وجهه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كما أن هذا القرآن عظيم وهو آيات بينات، إلا أن الله ادخرها عن بعض الناس. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جاء عنه أنه قال أن كنت أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير ثم لا يفتح الله لي، فأذهب إلى المساجد القديمة فأتمرغ فيها وأقول يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني حتى يفتح الله لي. بينما يقول ابن جرير الطبري أعجب ممن لم يعرف تفسير القرآن كيف يلتذ بقراءته. إذا لم تعلم تفسير القرآن كيف تلتذ بقراءة هذا الكتاب؟ كل عالم في أي منحة من مناحي العلم إذا بلغ الذروة في علمه يذهب إلى القرآن. هذا يستعرض عضلاته في الفقه، وهذا يستعرض عضلاته في النحو، وهذا في التاريخ، وهذا في الاجتماع، وهذا في الأخلاق، وهذه في الألفاظ ودقتها والتقسيمات. حتى أن عبد الخالق عظيم ألف كتاب يعني جبار جدا اسمه أساليب القرآن الكريم، فقط أساليب القرآن. الشيخ محمد أمين الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فيفتح الله عليك ما لا يفتح على غيرك. لذلك لما جاء عن علي رضي الله عنه وهي من الكلمات العجيبة أنه قيل له هل أوصى النبي لكم بشيء أو هل عندكم شيء مكتوب عن النبي؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة كما صحيح البخاري، وفهماً يعطيه الله للرجل في القرآن فهما. لذلك لما تعجب من الصحابة رضي الله عنهم كيف قسموا الدنيا لأنهم حفظوا القرآن حفظا صحيحا، ليس حفظ الرسم، حفظ حتى أصوله. فلذلك تجد أقوالهم من أعجب الأقوال واختلافهم من أعجب الاختلاف على بساطة الألفاظ، إلا أنها عميقة جدا في مدلولاتها. لذلك الله سبحانه وتعالى لما بيّن أنه يقص على بني إسرائيل يعني أكثر الذي هم فيه يختلفون، قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها
وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أتلو عليك القرآن. لذلك كثير من الناس يحاول في شتى الطرق أن يبين محاسن الإسلام ودلائل الإسلام وفضل الإسلام. هو تلاوتك للقرآن بحد ذاته مع بيان ألفاظه قمة البلاغ. ينذركم به ومن بلغ. هنا يقول الله تعالى وأن أتلو القرآن. لذلك النبي لما جاء عنه قال إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. هذا عالم، هذا ليس عالم، ليس شأن النبي. رب مبلغ أو عام سامع، ورب فقيه، رب مبلغ غير فقيه، كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما بيّن هذا كله قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذن كلنا فرض عليه القرآن، لأن الخطاب للنبي والمقصود به أمته، كل ناس مفروض علينا هذا الكتاب، وهذا الكتاب يفرض علينا أننا لنا يوم سنلتقي به. فلذلك أخشى هذا اليوم. الآن الله سبحانه وتعالى ذكرنا مرة أخرى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. لا يتعرضون للقرآن، يتعرضون إلى ذوات المبلغين هربا، لأن هذا الكتاب كما قلنا لما يأتي إنسان يقول القرآن والقرآن، هو هربا عجزا عن مجارات هذا القرآن يهرب منه. كلما ابتعدت عن هذا الكتاب كلما كنت ضعيفا لا سلاح معك. ذلك الله سبحانه وتعالى انتبه لما قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. السورة التي بعد يقول وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى البعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لاحظ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إذن لم يطعن أحد أن هذا القرآن قمة في إبلاغه، لكن لا يريدون أن يؤمنوا به ولا بالذي بين يديه، أي من الأخبار والأحكام والأحوال. فلما تصل إلى هنا يذكرك الله سبحانه وتعالى بآية أخرى حتى ترتبط الصور مع بعض. قال ياسين والقرآن الحكيم. إذن وصف القرآن مرة أخرى بصفة جديدة وهي والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. فلما تستوعب هذا يقول وما علمناه الشعر، بنفس السورة، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فعاد الله قوله قرآن. القرآن إذا جئت إلى لغة العرب، اللغة العربية حسب التقسيم إما شعر وإما نثر. القرآن له شعر وله نثر، هو مرتبة لوحدها، قدرة هائلة جعلته منفرد حتى في تلاوته. لذلك قال ورتلناه ترتيلا. عند قراءتك القرآن تقرأه بطريقة ليست هي الشعر وليس هو النثر، يجبرك جبرا على أن تقرأه بالطريقة التي نزل بها، وهذا بحد ذاته إعجاز، أنه له طريقة خاصة وآلة خاصة في الحفظ. وأيضا ممكن تحفظ قصيدة، هذه القصيدة ممكن تكون 100 بيت، بعد 10 سنوات من عدم المراجعة ممكن تسرد منها 70 بيت. إلا القرآن في أقل سورة إذا أهملتها ربما نسيتها. تعهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ذلك الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. فلما ذكر الله أنه ذكر في السورة التي بعدها قال صاد والقرآن ذكر، فعاد مرة أخرى صفته التي من أجلها
أنزل هذا الكتاب. ثم قال الله تعالى مبينا مرة أخرى وأخرى وأخرى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فالإنسان يسمع هذه الآية ثم سورة أخرى حاميم تنزيل، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، هذا الموطن الثالث، قرآنا عربيا سورة يوسف، ثم الآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يذكرون قرآنا عربيا، ثم جاء في سورة فصلت قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال سبحانه وتعالى مبينا بعده وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في الآية التي قبلها قال لا تسمعوا، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، الآن صرحوا أقوى، تصريح أقوى، وقالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن غلبة المشركين تكون لإهمال هذا القرآن. لذلك يعني هناك كتاب اسمه الدعوة إلى العامية حق امرأة دكتورة اسمها نفوسة زكريا، هذا الكتاب مدحه محمود شاكر مدح عظيم في كتابها بطيل وأسمر، قال لو كان الأمر بيدي لطبعته ووزعته على المسلمين وجعلت لمن لا فيه نفس على القراءة أن يقرأ المختصر، لأن هذه المرأة تتبعت تاريخ الدعوة إلى العامية، كان رأسها المستشرقون، رأس المستشرقين، قالوا بما أن العرب لا تنطق أو لا تتحدث في سوقها وفي مجالسها باللغة العربية الفصحى فالأفضل أن هذه اللغة العامية هي التي تكون لغة الكتابة ولغة الكتب الرسمية. لماذا؟ الغوا فيه لعلكم. لذلك علماءنا كانوا على حذر حتى من ترجمة القرآن، فكان التحريم ترجمة القرآن هو هذا الأصل. لذلك حاولوا قد قال اللغة العربية لها وضعها الذي لا يتزعزع، لكن نحن نريد التسهيل على المسلم، حتى أن بعض من كان ينافح عن اللغة العربية كأحمد لطفي السيد، أحمد السيد وهو من كبار الأدباء، دعا إلى العامية قد نجعل لها قواعد وضوابط. زين، الوقت الذي ستبذله في تعليم الناس وتوجيههم ابذله في اللغة العربية، لكن هنا الخطر الذي وعى له الناس أن هذا يريد حجبك عن تاريخك. حتى أن واحد اسمه عبد العزيز فهمي وهو أحد مؤسسي مجمع اللغة في القاهرة دعا إلى كتابة القرآن باللاتينية، كل هذا هدفهم رأفة بنا أم هناك أهداف خبيثة؟ هي هذه الآية التي نبهنا الله لها أنه قال والغوا فيه لعلكم تغلبون. لذلك الله يقول لاحظوا قرآنا عربيا، لماذا يا رب ذكرت في أكثر من موطن أنه عربي؟ لهذا العلة، قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم. إذا قرأ الإنسان القرآن ولم يفهم فليحاسب نفسه، فإن حلك وتقييمك يكون من خلال تعلقك بهذا الكتاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، هذا الموطن الخامس ذكر فيه أنه قرآن عربي لتنذر أمة القرى ومن حولها. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الموطن السادس حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا علة أخرى لهروب المشركين من هذا الكتاب، قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن الآية الأولى اتي بقرآن غير هذا أو بد، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. الآن في شخص المبلغ، هذا شيء عظيم لكن لا يصلح لك، هو شيء عظيم لكن على أن يكون من رجل عظيم، كونك لست رجلا عظيما إذن لن نقبلك، على أن هذا الأمر عظيم
فانظر إلى كل هذا هرب من هذا الكتاب العظيم. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن للناس أنكم إذا لم تستوعبوا فهناك جنس آخر يعيش معكم. انظروا إلى حالهم لما سمعوا هذا القرآن، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، ولم يقل اسمع، لأن كما قلنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، إذا الإنصات مرتبة أعلى، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآن أول خمس أجزاء في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في نصف القرآن يأتي الله بعشر مواطن في سورة واحدة لفظة القرآن. في آخر خمس أجزاء يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا تقسيمة هذا لابد الإنسان أن يعلها، لأن القرآن نزل من عند الله وترتيبه من عند الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن ذي الذكر، إن هو إلا ذكر. ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا فذكر بالقرآن، فإذا لم تكن تعلم أن هذا القرآن هو للوعظ جاءت السورة التي بعده، فقال الله سبحانه وتعالى في أربع مواطن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هو يسر وسهولة لمن يسر الله سبحانه وتعالى له. لذلك الله سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن. إذن يسرنا القرآن، إذن هو من تعليم الله. إذا يسر الله لك حفظ الكتاب وتدبر الكتاب فاعلم أن الله هو الذي علمك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ربما الإنسان يظن أن هذا القرآن شيء يعني كحاله كحال الكتب الأخرى، وقال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. صفة أخرى عظيم كريم، هذا كريم وحكيم، فقال لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. في الآية السورة التي قرأناها في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى. الآن الله يقول سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فانظر إلى عظمة هذا الكتاب أن الجبال تخضع له، سيرت الجبال هنا وهنا خاضعا متخشعا. ثم الله سبحانه وتعالى ذكرنا مرة أخرى بالقوم الآخرين الذين يسكنون معنا هذه الأرض. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. الآن كل هذا ما مضى تذكير من الله للإنسان بعظيم قيمة هذا الكتاب، وأيضا ذكرنا الله طه ما أنزلنا عليك القرآن. قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لكن الآن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل القرآن لأهل الليل. إذن القرآن علاقته بالإنسان في الليل، لقول الله نبي لقول الله لنبينا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقرآن الفجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما دخل إلى المدينة قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فالقرآن مرتبط مع الإنسان في قيام الليل سبحانه وتعالى. الإنسان ربما استعجل فأكثر من قراءة القرآن دون تدبر، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، فأعادها مرة أخرى سبحانه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لماذا يا رب؟
قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذن هو من عند الله، فأنت لا تستعجل، أنت عليك التدبر. أما الحفظ فوكله الله إلى نفسه سبحانه وتعالى. وأيضا من أهم ما يحتاط الإنسان له سجود القلب، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد، لأن سجود القلب هو أعظم ما يعني يخضع له الإنسان مع قراءة القرآن. فإذا تنبهت هنا أعاد الله لك مرة أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فختم الله قرآنه بهذه الآية فقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وصلى الله على محمد، جزاكم الله.